حي الله الحبايب، وياكم سام جيمز، ومثل ما وعدكم دائما وياكم بكل شيء جديد. تحياتي لكل حبايب، مشكورين لحضوركم، مشكورين لدعمكم، وحياكم الله بالديسكورد، تليجرام، لاي مساعده، سيارات نسخ مجانيه، كل اللي تريده احنا نسوي لك اياه بالتليجرام او الديسكورد. مقطعنا خرافي، شلون نجيب الكب مال البيره اللي هو ايفنت اسبوع واحد. مثل ما تلاحظ هنا بزنس باتل ايفنت كارغو، يعني المهم اسمها ايفنت كارغو، يعني روك ستار تقول بس بالايفنت كارغو راح تجيب هذا الكاب مال بيره. طبعا انا مصور لك مقطعين شلون حيجنك هنا. طبعا هاي وحده راح تجيك هذا الايفنت، تشوفه بالميني ماب، نجمات وصفر، وهذا هم راح يدزوك المركز الشرطه، تروح تقتل مركز الشرطه وتسوي تحمل الديتا باليو اس بي. حتى من تحمل الديتا باليو اس بي راح يظهر لك الكارغو هي وين بالماب. مثل ما تلاحظ هنا دخلت المركز الشرطة ورحت للكمبيوتر مال الشرطة حتى احمل المعلومات واشوف السيارة وين. طبعا انت عندك شكلين هنا بهذا الايفنت، هذا الشكل وشكل ثاني وبعد اكو شكل ثالث، وهنا عندك اربع الوان القبعات. كل قبعة لازم إذا تريد تجيبها لازم تروح تغير سيرفر، يعني هسه أنا بهذا السيرفر حصلت القبعة، إذا أريد القبعة الثانية لازم أروح سيرفر ثاني، ما حتجيني بسيرفر واحد. انتبهوا لهذا الشيء لأن هي أربع ألوان. فهنا أنا مثل ما تشوف بعد ما حملت الديتا مال الكمبيوتر طلعت لي الكارغو بالأحمر، أروح أسرقها. إذا سرقتها وديتها للديسكوتيك بس أدخلها الديسكوتيك النايت كلاب مالتي راح تجيني القبعة. هذا واحد. هسه راح اشوفك هنا شلون راح اني اروح اجيبها وشلون اجيب هاي القبعة بغير ايفنت. لاحظ هنا اجيت بسيرفر ثاني، لقيت الميني ماب ولقيت بالميني ماب انه الكارغو باتل ايفنت مثل ما تلاحظ هنا موجودة بس بالاخضر بناية، داخل بناية، يعني اطب داخل بناية اقتل الناس اللي بيها وبعدين اخذ البضاعة اوديها الديسكوتيك. طبعا انصحك احد يروح وياك لان شوية هاي الايفنت هواية ناس يتقاتلون ياك بالسيرفر على هذا الشيء، فانت احسن لك شو تسوي، تروح ويا واحد على الاقل يحميك او يساعدك حتى توصل هاي البضاعة. مثل ما تلاحظ هنا وسارة وفراس دخلنا الى البناية وقتلنا كل الاعداء اللي هنا، يعني حاولنا نمشي ونقتل نمشي ونقتل بالاعداء الى ما وصلنا للكارغو حتى نجي. طبعا هنا اول ما تدخل لازم عندك اسمه تهكير الباب، لازم تهكر الباب حتى تفتح لك الباب الرئيسية حتى تطب للبضايع وتجيب البضايع براحتك تروح وترجع. لاحظ هنا بعد ما دخلنا للبناية لاحظ قاتلنا العدو وبعدين لقيت الصندوق مثل ما تشوفه عليه السهم. هذا الصندوق بس تاخذه راح تطلع لك علامة هنا يقول لك روح للنايت كلاب مالتك حتى تودي البضاعة، بس تودي البضاعة أمورك تمام 100%. بس هذا هنا الصعوبة لأن سيرفر عام كلها راح تقاتلك وكلها تعرف أنه الناس هذا تريد هذا الأفنت، يعني مو بس أنت تريد هذا الأفنت، كل العالم تريد هذا الأفنت. أنصحك بس أخذت البضاعة دايركت عدل وقبل على النايت كلاب لأن راح تسوي لنفسك مشاكل. لاحظ هنا أنا بالطريق وصلت النايت كلاب مالتي، لاحظ بعد ما دخلت النايت كلاب أموري سهلة وطيبة وخلاص أنه حصلت على أول كوب. آني لاحظ كتب لي أن هنا آني فتحت القبعة مال البيرة، فتحتها صارت عندي. فمثل ما تشوف هاي القبعة مال البيرة، تلاحظ شكل القبعة كلش حلو وراقي، وهنا كل الحبايب لابسين القبعات ومحتفلين واحتفال حلو. أتمنى من الله أنه عجبك هذا المقطع وكان المقطع سهل إليك وواضح، وإذا عندك أي سؤال استفسار حياك الله بالديسكورد أو التليجرام راح نساعدك بالسيارات وأجاوبك على أي سؤال تريده أو أي مساعدة إحنا حاضرين. تحياتي لكل الحبايب، I love you all guys، شكرا لكم ولحضوركم ونلتقي بمقطع ثاني.